مهرجان العالمين في دورته الأولى كان متصدر الترند خلال الأسبوع ده، وخصوصا بسبب انطلاق فعاليات بطولة الكرة الشاطئية، واللي كان أهم أحداثها مباريات الجيل الذهبي، واللي كانت عبارة عن ماتشين شارك فيهم نجوم الجيل الذهبي لمصر. وكانت المباراة الأولى بين فريق محمد فضل وفريق أحمد حسن، والمباريات دي شارك فيها عدد كبير من نجوم الكرة في مصر، منهم عصام الحضري وسيد معوض وشادي محمد وعماد متعب ووائل رياض ووليد سليمان وغيرهم كتير. وطبعا الأيام اللي جاية هيكون فيها كتير من الأنشطة الرياضية والترفيهية المهمة جدا، واللي كتير مننا مستنيها، واللي هتبدأ يوم الجمعة اللي جاية بحفل تامر حسني، وهنشوف كمان حفلات لنانسي عجرم وراغب علامة وعمر خيرت وإليسا ومغني الراب العالمي راس.